عندك ها من بائع لآخر يتنقل المواطن فهم الخطيب في هذا السوق الشعبي المؤقت لبيع المواشي بالمكلا على أمل أن ينجح في العثور على أضحية العيد له ولأسرته تتناسب ودخله الشهري كموظف عام. أمل بدأ بالتناقص بعد أن سجلت الأضاحي هذا العام ارتفاعا كبيرا في أسعارها مقارنة بالأعوام الماضية. أنا اليوم وأنا أدور على أساس نبحث عن أضحية وجدنا الأضاحي يعني أسعارها مرتفعة، فأنا يعني مواطن يعني برجع البيت بدون أضحية لأن أسعار مرتفعة، فإذا كان الأضحية غالية وراتبي قليل ما بقدر أشتري برجع يعني الأسعار ما يتجاوز 40 50 60 ألف 45 ألف والراتب يعني ما يكفي، فبضطر إن ما صراحة بعيد بدون أضحية. ارتفاع سيكون له دوره في عدم اكتمال فرحة الكثيرين بالعيد كحال فهم الذي غادر السوق متوجها إلى منزله دون أضحية بعد أن فاق سعرها حجم راتبه الشهري، وهو ما يبرره البائعون بالحديث عن ارتفاع تكاليف تربية الماشية ونقلها للأسواق. ومع انخفاض القيمة الشرائية للعملة المحلية وتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية للسكان، تبرز بعض المؤسسات والجمعيات الخيرية التي تقوم بتنفيذ مبادرات لتوفير الأضاحي وتوزيع لحومها على الفقراء والأيتام. لدينا مشروع أضاحي العيد لأسر الأيتام، حيث عندنا ما يقارب 176 أسرة من الأسر الأيتام في وادي حضرموت وفي ساحلها وفي محافظة شبوة وفي محافظة عدن. هذا المشروع يأتي استشعارا لما يعانيه الناس من الظروف المعيشية، خاصة مع ظل هذه الأوضاع التي يعاني منها الجميع يعني. وإن كانت هذه المساعي قد تشكل حلا بديلا، إلا أنها لا تغطي جميع المحتاجين الذين تتزايد أعدادهم يوما بعد آخر، الأمر الذي يتطلب تدخلا عاجلا من قبل السلطة وفرض رقابة صارمة على عمليات البيع والشراء. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.